هذه الزاوية التجانية قد أسست سنوات قليلة قبل وفاة الشيخ، التي كانت وفاته في 1230 للهجرة، أي أن بناءها قد كان قبل قرنين وبضع سنوات، 10 سنوات تقريبا. ومنذ تأسيس هذه الزاوية، وهي تعتبر منارة لكل التجانيين، إذ يعتبرونها مقصدا لهم في إقامة زياراتهم الدينية وتعلقهم بهذا الشيخ الذي كان سببا في دخول الكثير منهم واعتناقهم للإسلام عبر ربوع إفريقيا، وخاصة في بعض البلدان المعروفة بأنها بلدان ذات أغلبية تجانية. هذه زاوية لما كان مولها صاحب البركة، وجميع أفارقة ولا أغلبيتهم متعلقين به، كلهم يحبون أن يتباركوا بحدود هنا ليلة الختم الذي كان ينزل فيه الرحمات، ليلة التي أنزل فيه القرآن، وهو ليلة 27 رمضان. ولذلك يأتي الوفود في كل جهة، من السنغال ومن مالي ومن غينيا ومن غامبي، موريتانيا، غينيا بيساو، والنيجر ونيجيريا وفلتر الأولياء، وكلهم يحضرون هنا ليتبركوا بهذا الشيخ الذي كان هنا في هذه الزاوية، لأن هذه الزاوية هي أم زوايا كلها في العالم كله. حيثما كان الإسلام توجد الطريقة التجانية، فهذه الزاوية ذات بعد روحي واجتماعي. عبر هذه الزاوية التي كما قلت هي الزاوية الأم والمرجعية في الطريقة التجانية، كانت هنالك علاقات للمملكة المغربية مع باقي البلدان الإفريقية، فكانت هنالك علاقات دينية، إذ أن جل الشيوخ الذين قدموا لأخذ الطريقة التجانية ونشرها عبر أقطارهم وبلدانهم، إذ أن الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه لم ينتقل قط إلى إفريقيا، وإنما كان انتقال الطريقة التجانية عبر عائلات معروفة وعبر مشايخ معروفين، يعني في كل بلد من بلدان إفريقيا. دورها جمع كلمة الإخوان، توجيههم إلى دين الإسلام في طريق دروب الصوفية، هذه هي دورها. وكل ما كان في السنغال وما حولها من بلدان إفريقيا كلهم متعلقين بهذه الزاوية، متعلقين بالشيخ الذي كان فيها، لأنها تدلهم على الكتاب والسنة. إذ أن هذه الزاوية يعني لها خصوصية، خصوصيتها أنها تقام فيها يعني أذكار الطريقة التي هي الوظيفة وحضرة الجمعة والأوراد اللازمة، ثم أيضا تقام فيها الصلوات الخمس، إلا صلاة يوم الجمعة التي يذهب المصلون فيها إلى مسجد القرويين بحكم قربه من الزاوية واتساعه للمصلين.